مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام وفي قناة التونسية. مساء الخير، مرحبا بكم في برنامج كلام الناس. تحية كبيرة للجمهور الحاضر معنا هذا المساء، تحية كبيرة لك. رحب يا أصدقائي في برنامج كلام الناس، مايا القصوري تحية كبيرة ليها، أيضا سليم الصناجي تحية كبيرة لي. في برنامج كلام الناس الليلة هذا أول ظهور تلفزي لي، هو في حوار إن شاء الله يكون مطول بعد الوعكة الصحية اللي تعرض لها وربي يشفيه. هو أحد رموز الفن الكوميدي، يرجع الليلة بمعنويات عالية جدا جدا جدا. الرجل جريء، ناقد وساخر لكل الأسماء، ويعطي رأيه في كل الميادين وفي كل المواقف. نستقبله مع بعضنا صاحب النكتة الظريفة والطريفة، الفنان القدير نصر الدين بن مختار. يرضى مرحبا بك نصر الدين بن مختار في يرفع الستار. اسمع ادخل مسامحك علي، مش تدخل ليزيميسيون في بعضها وانا كيك نفقد التركيز. راه نصر الدين يرفع الستار ادخل. ضيفنا الثاني في برنامج جيب لنا اخوك معك. شو ضده؟ حاضر يا اخويا، حاضر. ضيفنا الثاني في برنامج كلام الناس، ولدك يمات اول مره يموت. ضيفنا الثاني في برنامج كلام الناس هو أمين عام حزب الوطن السياسي ومحامي تونسي قيادي بالجبهة الشعبية، معروف بمعارضته الشديدة للحكومة المؤقتة. شنو سر الاتهامات الموجهة ليه، وخاصة أنه يتهم أنه وراء كل أحداث العنف السائدة بالبلاد؟ كل التفاصيل هذا المساء في برنامج كلام الناس مع الأستاذ شكري بالعيد. اهلا بك سي شكري. مرحبا بك سي شكري. مرحبا بك. مرحبا بك سي شكري. ضيفتنا الثالثة في برنامج كلام الناس هي فنانة تونسية شابة ذات طاقات صوتية عالية جدا بشهادة كبار الموسيقيين والفنانين. بعد مشاركتها الأخيرة في برنامج The Voice على قناة الام بي سي. شاوير حزبك. هذا صحته شوية. كليت رايح على شيء ولا البيت؟ لا. ما ياكلش الترايح الحزب بتاعنا. شاكل فلوس. إن شاء الله. ما خلولناش فلوس ناكلوها. بالله. والله. وخليوها تمتفتفوها. تمتفتفوها كلهم. خذ راحتك سي نصر الدين. نصر الدين. أنا فاتكم مع شكري الواحد. أنا رجعي. بعد مشاركة هذه الفنانة الأخيرة في برنامج The Voice على قناة الام بي سي، ترجع لتونس بمعنويات عالية رغم أنها لم تتحصل على المرتبة الأولى في The Voice 2012. نستقبل مع بعضنا الفنانة المتألقة يسرى المحنوش. أهلا بك يسرى. مرحبا بك. مرحبا بك. الضيفة الرابعة في برنامج كلام الناس هي مخرجة وكاتبة. اسكال. لو كان تعمل حزب تدقدق النهضة. بس كنت تعالك بشوبا سكاوي ده. هي مخرجة. ما لا حزب. ناجح على طول حزب جديد لما الناس مكملوا. سي نصر الدين تفضل اخوي. تقعدش كل مره شاور. هي مخرجه وكاتبه تونسيه متحصله على جائزه زبيده بشير وجائزه كومار للروايه الاولى. ترجع اليوم بروايه ثانيه رجل الغروب وفيلم وثائقي بعنوان مناضلات. نستقبله مع بعضنا سونيا الشامخي.
اهلا بيك سامي. مرحبا بيك للا. مرحبا بيك. تفضل. مرحبا بيك سونيا الشانتي. تحية كبيرة للضيوف الحاضرين معنا الليلة في برنامج كلام الناس. نصر الدين بن مختار مرحبا بيك. شنو أحوال الصحة سيدي؟ شدة في ربي خير. شدة في ربي إن شاء الله لاباس وربي في تونس بالضبط. ها؟ قلت كيما تونس تمشي وتتعثر. ربي تسترنا جميعا يا سيدي. الحمد لله. يسرى راضي على مشاركتها في برنامج ذا فويس؟ تمام الرضا الحمد لله. تمام الرضا حتى الحمد. بالمرتبة الثانية. ماهيش مرتبة ثانية. حتى يعني ما جيتش الأولى. أكيد أنا جيت الأولى. جيت الأولى. فرحة. حيل عليك. شكرا بالعيد مرحبا بك. ضرب لك ثر عليك الضرب هالأيامات شكري. بادوتو. زعما؟ والله. سمعت برشا هكا. شكونهم؟ الناس كل تحكي على شكري هو السبب في البلاوي كل. باهي. هذا حاجة باهية يعني نحن موجودين بارتو شيء إيجابي. سونيا الشامخي مبروك الكتاب ماشي قاعد يتباع مريق للأمور. مازال كيصدر دونك بدا. مازال كيصدر دونك بدا. مرحبا بكم يا سيدي بالتوفيق يلا. مرحبا بكم جميعا. احنا اليوم متضامنين تضامن كلي مع الإعلامي سامي الفهري. سامي الفهري اللي من المفروض يكون خرج من السجن بحكم قضائي صادر على أعلى محكمة أو هيئة قضائية في تونس. قلت أنه الحكم إصدار نعلمك يا نصر الدين نحط لك في بالك أنه محكمة التعقيب أرفقت قرارها بقرار شرح تفصيلي يؤكد وجوب إطلاق سراح الإعلامي سامي الفهري. ورغم ذلك أمام تعنت وزارة العدل التي ترأس النيابة العمومية وإصرارها الشديد على إبقاء الإعلامي سامي الفهري في السجن رغم إجماع فقهاء القانون ورجالات القضاء وكبار المحامين على أن ما يحصل مع الزميل سامي الفهري سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي وفضيحة مجلجلة لأنه في حالة صراح وجوبية يعني الراجل المفروض يكون في داره. رجوع سامي الفهري لإضراب وحش لإضراب جوع وحشي هذه المرة بعد ما وقفوا لمدة يومين متتاليين عاود المرة هذه مسألة خطيرة جدا جدا لأنه هناك خطر حقيقي محدق بحياته. ف باعتباره أنه منقطع كليا عن الطعام والشرب نهائيا احنا بصدق معناتها نحبس أنفاسنا في كل لحظة ونأمل أن وزارة العدل التونسية تراجع موقفها بشكل جدي خاصة بعد المد التضامني الكبير من مختلف الجمعيات والشخصيات أيضا الوطنية التي ساندت سامي الفهري والعديد من القطاعات الشعبية التي التفت حول قضية سامي الفهري وإن شاء الله ربي يفرج عليه وربي يظهر الحق قريبا جدا جدا جدا. على كل أمر مباشرة إلى دليل البرنامج ونستقبله مع بعضنا وهو موجود بحذانا الفنان القدير نصر الدين بن مختار مرة أخرى. مرحبا بك نصر الدين. نصر الدين خلي. أول إطلالة ليك سيدي تلفزية على شاشة التلفزة بعد الأزمة الصحية اللي تعرضت لها نصر الدين لاباس شنية الأحوال؟ أنا إن شاء الله تبلينا نرجع بشوي اش قالوا لك الطب بالضبط؟ طب قالوا لك كي تلقى التلفز كما التونسيه تهز لك المرار تترجم. باهي باهي حلوه باهي. قال لي لازم يسيبوا سامي الفهري. قال لي لازم قلت شر الشعب التونسي في حال صراح مؤقت. على كل شوف نصر الدين احنا راهو ماهيش مزيه الاستضافه الليله في انك تكون بحذان. حبينا من خلالك نكرموك ونكرموا ما قدمته طيلة سنوات في مجال الكوميديا وفي مجال الفن الساخر وراو إذا كان تفكرناك اليوم هذه واجبنا وهذه ما هيش مزية لأنه هذا اعتراف منا لك أنت بما قدمته طيلة سنوات وعقود من الزمن رايش. في مجال الفن الساخر وهذا شرف كبير ليلة أنك تكون موجود بحثنا في برنامج كلام الناس. عام خايب تعدى عليك 2012 مصد 2012 على الشعب التونسي بكل كنا نجريوا على الحرية يا اخي ورينا نجريو على امك حوري حتى امك حوري ماش خالتينا له
خضار بركوه مد الفلوس قالوا ليه مد البطاطا. شنو اللي صار بالضبط؟ احكي لي شنو اللي صار. الناس اللي تحبك تحب تعرف بالتفصيل شنو اللي صار لك. جلطه في الدماغ. جلطه في الدماغ. بسم الله عليك. عفوا وعافاك يعيشك يرحم والديك. بسم الله عليك. ما يستاهلش هذه المشاكل والدنيا كل والبلاد بيدها تسخف ولا اي الطب اش قالوا لك نسب دين؟ اش قالوا لك ترجع؟ ان شاء الله يا ربي ترجع الى قدرة الله. عند ربي الدواء مش عند الطب. عند ربي اكيد عند ربي ونعم بالله. بشوي بشوي واحد ترجع وان شاء الله 2013 نلقاك موفور الصحة ان شاء الله بقدرة الله. مخارب اشتوف الدنيا وعلى المسار. ها؟ ما فاتش هذاك علاش النهضة قلت لك حتى كان ما مشاتش الامور ما مشتوف الدنيا بتبعتها. شكون باش يحاسبنا؟ باش يموتوا؟ نصر الدين. ما الحكومة عندنا. اشترها النصيرات تبع السلفيين يا خالد مسمية حكومة المتسلفين. نهار كامل يتسلفوا يقولوا يعطيونا حوايج الجيش مطر باهي يرجع لك. نصر الدين قل لي تونس ولات تكادي في الفلفل الاخر. نصر الدين حلوة ابتسامة هكا نحب ديما تضحك. نصر الدين لا الحمد لله كل الازمات نصر الدين ما اثرتش على روح النكتة عندك. لا ما تاثرش عليه بالكل بالكل. منين تجيب المواقف هذه؟ النكتات مخي يعطيني وانا تاك نتصيب. بلا رحمة معناتها. بلا رحمة بلا هوادة سورتو كي نبدا مغلف. شكري. شكري يا شكري. ولا عندنا 450 حزب ولا واحد يبدا يشق في الكيس خايف يضربوا حزب. لكن انا عرس في حموتني يرشق عليها بالحزاب. ما عند بول عروس ولا عروس خمسة حزاب كدو. ما عند هو على راس سي شكري ست حزاب. نصر الدين شكون طلع عليك من السياسيين غير وزير الثقافة؟ طلع عليك البطل. اش معنى؟ السياسيين كلمني سي سليم الريحي بعث لي جماعة. بعث لك جماعة؟ مشكور هذاك. اي. هذاك الوحيد عندي صح. سي مهدي مبروك وزير الثقافة كي طلع عليك اش قال لك؟ قال لي تحبش نعاونوك تحبش قلت له بارك الله فيك ما سالش. لا هو راه مش مزيه انه وزارة الثقافة قال لي حتى هو قال لك قال لي هذه وزارتك جمعية حقوق المؤلفين كنا راه عيطوا له عطوني فلوس نتاع دورو دوتور نتاع مسرحيتي حي الكبر عطيهم الصحة مشكورين. اي باهي. وشكون اللي خرجك اتصل بيك؟ فنانين صحابي شوية. شكري الواعر طلع عليك. اي. شكري الواعر لوتي زيدان جاني تاع الكرة. الكل جاو هذوك. الكل طلعوا. تاع الكرة الكل جاو. شنو اقترح عليك شكري الواعر؟ قال لي تحب تحبش تداوي معنا؟ تحبش نداويوك تخرج لبرا زيد تلمساني كيف كيف؟ اي. يحبوني كل. قال لك تمشي تعالج في قطر شكري الواعر. اي. واش قلت له انت؟ قلت اي تونس باهي. كيف كيف قلت له حرام الفلوس هالتبذير زيت. انت علاش رفضت؟ علاش ما تجيش ما دام نقوى هنا في كل شيء والوين وزير الثقافه اقترح عليك اقترح عليك مساعده ماليه اقترح عليك فلوس اقترح علي. علاش رفضت انت؟ حسيت امراه مخيبه الحكايه فنان يولي كانوا يطلب مخيب. عزت نفسك تقول انت ما نعرف بيان سير ما نعرفش معناها واحد وجاني بعد داويت وخذيت الدواء وخذيت الرتبه وكل شيء خالص باش يخلص تولي حتى انا باش تشكي يقول له خاطر عطاه فلوس فهمت خيبه حسيت هكاك انت ناس طيبه وي كانت تقول مره وزير الثقافه وزير الثقافه خاطر خذيت فلوس اي على كل هي المبادره من وزير الثقافه مبادره طيبه هو المندوب جي اي معناتها مبادره طيبه في انه يعطيهم الصحه وعرضوا عليك صح. وعرضوا عليك وتفكروا لا يعطي صحة حاجة مهمة قلت أنا راني تو الحقيقة راه خالص كل شيء ميساج وبارك الله فيكم يعطيكم الصحة وهي جيس كي كونت معناها وجاب الورد و... صعيب صعيب باش يعملوه الناس خير شكون من أصدقائك الفنانين والممثلين نصر الدين جاوا وطلوا عليك؟ ليلى الشابي جات أكاهو؟ ليلى الشابي جات إيه برسك محمد علي بن سلطان الموزع نتاعنا هذه عدنان الشواشي جاني اي كي خويا هذا الركبي طلبتني برشا مرات
مشكور حبيب شغام صحابنا البيناس طيبين وكلهم. الأصدقاء المقربين معنا. هي. باهي الممثلين سنوات حتى قناة الممثلين أبناء جيلك الممثلين اشتروا يطلبوا يعلق شو عملوا لك بالا يطلبوا يعلق شو يطلبون برعاق تحكي طلبتوا قريب شنحويني مش نحويلك ايجا اللافايات خلينا نشوفوه خذوا تونجيك بعد هبطت اللافايات خذوا انا جيت تجيب لك تحب شويه غرت ولا قط ولا وجعتك الحاجه هذه يا رسول الله حط الطرف انا ثم جماعه خدمت المعرض في باريس تيناكسيون هذوما عاونتهم كومبلي غد جاوني هنا وجابوا الفلوس بحق وقال لي تمشي معنا الدوي في فرنسا تفضل على حسبنا وعلى كل شيء قلت بارك الله فيك باهي فاروق بن صالح هذا ناس طيبه بس فوق القمه باهي نصر الدين نمشي والمسرحية بطيخ الثورة هي آخر أعمالك هكا ولا هي. باهي والمسرحية هذه إذا كان كل شيء لباس باش تواصل وتعود إلى المسارح وإلا لا بطبيعة الحال كان حب ربي بطبيعة الحال وقتها نرجع تاك ها مان شنو أيوة عنوانها نصر الدين غريب شوية باهي بطيخ مو تلقى كشك الثورة أي غلة الثورة كل شيء تبع الثورة رقاص النار الثورة عملت بطيخ الثورة يعني بطيخ تحيلا ما تعرف ايش تطلع الثورة بطيخة بيه ولا خايبة ذاك الشيء سي شكري والله ماذا بيا نسألك في خصوص هذا الموضوع هو شو العلاقة بين البطيخ والثورة عادين عملت مشو هي خليني نسأل شكري هنا شكرا شكرا وي البطيخ بالموس راهو حتى الثوره بالموس بطيخ بالموس ما جبتك خرجوها كما كانت الدلاع بالموس الدلاع بالموس لا نقصد على البطيخ بالموس الثوره بيضاء كذا كير بالموس باهي سونيا شو العلاقه بين الثوره والبطيخ؟ كاتبه تبارك الله وعندك الالهام والافكار وذكيه معناتها كي نعطيك عبارتين اي كيما قال نصر الدين معناتها كي نقول لك ثوره وبطيخ اكيد فما احالات شنو يحيلوك فكاهيه تجي مش نصر الدين أه؟ ثوره بالموس بالموس يا المره واحد دور نسيب خذوا لهم ثوره به موضوع تحكي في تحكي في السياسه بطيخ ها كل السياسه على الاحزاب وعلى الدنيا الكل ولا تونس كابله اما شوف نصر الدين تونسي راهو ولك الواحد تونسي شبيه فد شويه من السياسه شوف فتح الراديو ثوره تلفزه برامج لا ما انا عاد نعرف باش ندخل فيها النكته شيخ قلبها تفوحها معناتها اي في رمضان نصر الدين اي خويا ناوي انك ترجع للعمل في احدى القنوات التلفزيه انا كان رجعت فورمتي علاش ليه؟ الشعب التونسي ما يخليهوش هكاك باهي باهي اي سيدي باش نعملوا لعبه صغيره توا للناس الكل شكون يضحكك اكثر أيه. ونحبكم تجاوبوا نبداو مع الصوره الاولى شكون يضحكك اكثر نصر الدين انت الاخراني نرجع لك ما تجاوبش باهي 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 يسرى محنوش زوزي يضحكوني لمين النهدي ورؤوف بن يغلان زوزي يضحكوني ربي يشفي سهر بن غلان ربي يشفي مسكين شفما لاباس مرض البارح شبيه مرض صاير تبعك صحي اي لباس ولا اليوم عمل جلطه عمل جلطه واحنا جايين في الكهرباء توا خبط في مزيك عمل جلطه يا رسول الله لطف عليه لطف عليه لطف عليه لطف عليه ربي يشفيه ان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله لاباس اه يوسف لي دو لا واحد بركز لا لا لي دو شكون يضحكك اكثر روح بن يغلان ولا بن يغلان طريق طريق الضحك لا السؤال الاجابه تحتمل ماكش نجمني عليه اليوم الاثنين يعني الاثنين شكري بالعيد بصدق لمين لمين سورتو كيمثل المسرحيات مش هو مخرجها سوني ان شاء الله لاباس رؤوف والحاجه وثاني حاجه انا بديت لمين يضحكني اكثر لمين نصر الدين بن مختار اي خويا اشكون يضحكك اكثر لمين النهدي والا رؤوف بن يغلان لمين النهدي اكثر الصوره المواليه
جعفر القاسمي لطفي العبدلي يسرى محنوش. حبة مزوزة ما جعفر القاسمي أكثر. جعفر القاسمي أكثر. شكري بالعيد. ما تفرش فيها مزوز. بالكل بالكل. لا كان في حوايج صغيرة في التلفزة ما تفرش فيهم في أعمال مسرحية. في التلفزة. اللي تنجم. في التلفزة. القاسمي. آه. القاسمي. جعفر القاسمي. سونيا. زوزي ضحكوني. ما يتهولي أنا شفت أكثر أعمال لطفي العبدلي دونك باش نقول لطفي خاطر تفرجت له في أكثر مسرحيات. أما حتى جعفر هذا نصر الدين شكون يضحكك أكثر جعفر القاسمي وإلا لطفي العبدلي؟ جعفر القاسمي خير برشا زيد. الصورة الموالية رفيق عبد السلام وإلا سهام بادي؟ شكري بالعيد. والله الزوج وحده كي تبدا تقيس في الصباط نتاع ليلى بن علي ووزير الخارجيه كي يحب يفكر يفكر كي يحب يفكر. سني ما نراهمش يضحكوا ما همش هزليين. نصر الدين حقها ما خديتش رايك. هو اسمه وزير الخارجيه لكن ديما هنا في تونس خارجيه نتاع سلينا كما تولي بالباسبور سلينا. رفيق عبد السلام وسهام بادي. رفيق عبد السلام يضحك اكثر. شكرا. انظر الى الصوره الموالي وسيمي قالوا والهادي ولد بابا الله يسرى محنوش. شو الاحراج هذا اليوم اللي عملته لنا؟ شو نقول لك ترى اجابه الاثنين. شكون اكثر؟ ما عنديش اكثر. الاحب الى قلبك؟ كل واحد عنده في قلبي حاجه. لو عندك زوز اعمال مسرحيه لشكون تدخل فرد وقت؟ ميغالو. ميغالو. شكرا لك. شكري بالعيد. ميغالو. ميغالو. سونيا ميغالو ولا والا الهادي ولد بابا؟ ولد بابا سمعته كان في البورتابل وقت اللي كان يقلد في المخلوق. في المخلوق. وعندي ليه هكا غرام بصوت اقرب اكثر. باهي. نصر الدين بن مختار وسيم ميغالو والا الهادي ولد بابا؟ ولد بابا اللي عامل مسرح بريدي خدم معايا حتى في ضحك روجي اكبر ذامر في تونس ولد بابا الهادي. على كل شكرا لكم يا سيدي اكتشفنا ارائكم ومواقفكم في هذا المجال. نصر الدين نرجع لك سيدي. مسرحيه حيله كابر هي. تقدمت العديد من المرات. حيله كابر تحكي على العهد القديم كيفاش كانوا يقسموا في تونس. اي حيله كابر خور منزه هنا وخور منزه سيس. اي هاتين هذيك هاتين هذيك هذيك المركز خذ لفهاش هذيك خذ دياش شنو دياش دوار هجر كيفاش الاغنياء قلقوا روحهم يمشيوا للحبس. ايه وخلنا نديروا حتى جمعة قالوا كومبلي الحبس يخرجوا واحد خلينا نشد في بلاصتو خرمني بالحبس. على كل نصر سامح لحظة برك تفضل. بورقيبه نقول له ديكتاتور مرة أنا في فرقة المغرب العربية ولا من نادي مساحب يلقى بورقيبة جاء وقفوا هنا بعد هو بورقيبة وخدم سيبوه ورغم من اليمين بعد تشد على قضية واحدة أخرى سكن في دار وحب يديروا له قضية ما حبش يتشمت فيه سيبوه ونهضة توا زعما توا وقالوا تونس بلاد إسلام وكذا في الدستور هبطت مو شوية حنية سيبوا الرجل شوية حاضر في رزق باش تروح بعد يجي قدام بيه يقولوا له غلطنا فيك. غايضني ياسر الشعب تذكر غايض وسام التليفون تاعي كل يوم يضرب 30 مره زعما يروح زعما ليه. واضح نصر الدين شكرا لك يا سيدي. مشينا للشارع وبحثنا على حي الاكابر وكان هذا التقرير. حي الاكابر حي معروف برشا عند الناس الكل اما وين يجيب الضبط خلينا نشوف. لا انا في اسمها تربة البي هي نجم غنيه باب جديد حي الكابر حي زهور يجم يكون ياخو بيزا باش نجم يدخل حي الكابر حسب معلوماتي في النصر والمنارات فرتي هذيك. انا جينا لهنا قلنا يطلعش هذا هو حي الكابر النستو هذي 420 انت قديش فيها شبر 2-3 ما انت شبر ب 180 دينار حاجه كده قد من هنا 3000 3000 بلا خلينا نشوفوه احنا بقديش شبر 2 3
أربعة أربعة أخوي أربعة شبر شبر ما يقابلش ب 750. هذي هذي شنو هذي؟ شاباتا. شنو هي؟ شاباتا سكوير. شاباتا شاباتا آه سكوير سكوير آه. درا منين سمعت بيه؟ هذي يخدم في الطاقة النووية ولا شنو؟ هذي كبدة سيدي، هذي اللحم، هذوما الأرواح، هذوما المشاحم، وهذي المرقاز خويا. المشاحم قداش 100 جرام؟ جرام 700 خويا. مي سكواسا سكواسا سلم معكي فوتو معكي وصو معكي كاليفورنيا رول. لا عندي قصصي بالعلوش. قديش؟ 3000. قولي شحال باش تفوت ال 20 دينار؟ قديش هذايا؟ 79. 79 احنا متربي قديه يا معلم؟ هاي الحنينة ايش لك ب 5000؟ كارباتشيو دي مانزو 14 دينار. لو كنت تاكل مكلة طليانية تحس بروحك حرقت معناتها ولا في تالي؟ لا 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 حرقتش، بالعكس نتمتع فيه. قد ايه كابت مرقيز هنا؟ 200 فرنك. وباهي الصحن هذا شبع؟ ايه شبع قنع. هذا باب جديد، وباب جديد زاد محسوب حيلة كامل. لا ما يكون كان باب سويق، أكد من ذلك. من غير ما تعب ورواحك، أهو حيلة كامل. كان هذا حي الأكابر نصر الدين. قصبة القصبة حي الأكابر نصر الدين. القصبة وين حومتي أنا تربة البي ذيك حي الأكابر. هذيك حي الأكابر. إيه. باهي. سليم. مرحبا الساعة فرحان برشا لي خونا وصديقنا نصر الدين. سليم عايشك. بن مختار. عايش خوي الغالي. يرجع بالحق معناتها الناس الكل نفرح ونروح في لي بلاتو. ونسمع به ولباس، وخاصة نحيي فيه القوة والشجاعة اللي السيد يجبد من العظم معناتها باش يكمل يواصل نضاله باش يواصل المشروع نتاعو. لكن أنا اللي ديما حيرني مع نصر الدين من اللي مرض وحتى قبل هي جات راهو حالة قبل هذية اللي محيرني كونه تيبتو قلبه الابيض. هالطفل الصغير اللي قدامنا هو المشكل الكبير اللي فيه، هو اللي عذبه، هو اللي تعبه. وقت اللي نشوفه اش تعذب في البلاتو متاع التلفز مع المنجين في الحلقات او في مشاريع تلفزيه، اش عملوا فيه المنجين، اش عملوا فيه مديري قنوات تعامل معها، خلاوه مصوه باتم معنى الكلمه. وبما انه هو طيب ورحيم وأم بيبي بعد صغير، فالطفل اللي فيه تم استغلاله لدرجة كونه رجع الدنيا كلها على صحته، رجع الدنيا كلها على بدنه. الممثل اللي قدامنا توا نعتز بوجوده في تونس، ضحك ملايين من 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 المشاهدين إلى أنيمي عندها منوعات مهمة جدا. لكن ديما اللوم الصغير الخويا نصر الدين اللي ما عندوش حد معاه يعاونه، هنا بادو ماناجير، ما عندوش عبد يضرب معاه، يضرب معاه ويخليه دائما للفن وللركح وللمسرح وللمنوعات التلفزية. هذايا أثر فيه برشا، هذايا اللي خلاه يتعب كما لطف عليه الجلطة إن شاء الله لاباس وإن شاء الله يكمل يوصل. الجلطة ديما الترويج مستريس مسرقة الأفكار، تخدم فكرة بعد جيت تفكر يخدم. هذا اللي نحكي عليه، هذا اللي نحكي الشيء هذا يعني بتيبتك خطر بالياسر مسالم في غابة نعيشوا فيها، أنت مسالم برشا. من المفروض كانوا معاك عبد صحيح، عبد يضرب معاك يخليك فقط الراوك تجتهد على الركح والراوك تكتب وتخمم وتفكر. جمعت يعاوني شوية في الإخراج. مش هيكتب مش ولد المسرحية يكتب هو ولا يحكي لعبيد يعمل هو. اي لما المانجير يلزم عبد صحيح معاك. المانجير عندي محمد علي بن سلطان معي. هذا هو يلزم خدمة محمد علي بن سلطان. محمد علي يخدم لي حكاتي صح. هذا يلزم يواصل ويخدم. هذا تو جاب لي عروض وبقى لي كتب ابدا خول فلوس من تو رجل امورك اول ما تفيق بدخل مساج. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لك معايا ودي معاون ونتمنى لك ترجع نصر الدين ونتمنى ركح المسرح البلدي يرجع بالمسرحيه نتاعك. ان شاء الله ماذا بينا احنا تونس كامله ترجع كما كانت معناها هيك العروض والمزرعه ما بين الشيخه ونحيي فيك يزينا من الجيني يزينا تريت في قرون عم تكتس من الجيني دي. نصر الدين خوي قل لي سليم جبد لك على بعض الناس. نعم. اللي قلت لك سليم جبد لك على بعض الناس
اللي سرقوا لك افكارك ايه برك حسب كلامك انت وهما برك باهي انت علاش ماكش مقيد كل شيء قيدين اما تمشي ما عندك شيء دور دوتور شو عندهم يعمل هما شر التلفز ما يخرجوش دور دوتور فما شكون خير من صحاح جبلة شكون تلفز مش انتم باهي شكون اكثر واحد نصر الدين او اكثر فنان ايه استنسخك وسرق لك افكارك لطفي العبدلي كثير راح تسرق لطفي العبدلي اخر واحد هذيك بتاعك يشد ويصلي ويزوم المركز يشرق وبتاعه كان يشد مسؤول خنثاوي يشد البلاد برشا الكل يهز ويخزو كل هزيتش مره تليفون وكلمته لطفي العبدلي ما كلموش كونوا في الكلمة لطفي العبدلي نعرف قبل كان يقرا مع طفلة نعرفها صحيبتي كان يقرا معها في الباساج فاكر ما عاد نتاع الخياط هذاك يعني من الخياط والفصال بعد دخل تعلم يشطح باهي نصر الدين تو تدخل فيسبوك تلقى الافكار بتاعي يبدل تلقى ما عملهم الكل حاجة تو الفي باهي شوف نصر الدين هو كلمك والا لا الساعة ها كلمك ولا ما كلمنيش بالكل بالكل على شو باش يكلمني باش يسال على صحتك ابدا لا هو لا غيره لمين نهدي كلمك كلمني الو لاباس تحوارك خو المهم كلمك تي كلمني لمين صحيبات انا كافي كافي انا لمين يكلمك هكا هو حتى ما يكلمنيش مش مشكل ما عنديش مشكل بصراحه ما نلوش على حكايه هذه انت شنو كنت تستنى نصر الدين عندي الشعب التونسي كل يكلم فيا حتى ما نعرفهمش شو تخدم اش كنت تستنى انت نصر حتى ما نستنى حد رحمة ربك هو تسمى اللي جيت له عليك براني يقول لك نثبت اليوم مريض بالحق ثم اللي حاب يتاكد يقول لك ان شاء الله يطلع ماشي يختم لطفي بعد شوية الوقت وهو حتى انت ثم واحد قال لي تبيع الكهرباء هاك ماشي السوق بسم الله في شدة في ربي حتى شدة في ربي حكيت فارغة في طرز العباد ستريسي ما حشتهمش كل شيء تشك ماي أنا فقط حبيت نقول لنصر الدين اللي هو من العبيد القلائل اللي يدخلوا علي البهجة ويقتلعوا ضحكة صادقة من عندي معناها نتفرج نضحك من الأول حتى للآخر وزيد حبيت نعمل نغماخ أخرى هو فما نزعة عامة قلت لك هكي شوية في المثقفين في تونس يقول لك ليه أنا نصر الدين من مختار معناها سيبا أسي انتليكتوال بور موا معناها نكت متاع قهوة يحكي فيه وما يضحكونيش الوغ كل الناس هذوك ما بيدهم معناها يتفرجوا في نصر الدين مخدام معناها صاير كيما المزود يسمع المزود اما يقول لك ليه ما نسمعش المزود معناها نصر الدين المختار معناها عنده نفس المشكله عند الناس هذوما دونك انا حبيت نقول لك الينا يعجبني فنك ويعجبني دمارك وان شاء الله لاباس ترجع لنا كيما قبل نصر الدين كتبتش حاجه هالايامات ديما نكتبوا عارفين ترى من وحي اللي كتبته هالايامات والنشره هذوما ثم ناس تولت تدرس في الشهيد المدرسي نتاعها ثم واحد درس بطاقة ثلاثة كم خو عنده ربطية قبل باش يشد وزير هذه عملت جديد هذه جديد قالوا لي عندك ستة ربطية ثمانية وراس بابا ثمانية قالوا يا ثمانية جيبوا لنا ورقة من الحبس الحبس طاح اللي تربط فيه على كل نصر الدين ما اللي يدخل حبس يولي وزير حلوة ذي مربيت ولا كلها وزر شو الدنيا هي ما شدتها الناس أنا تقول ولا تصلي لا في البحر أرد نعم الخمار ورد في العبدالي لابس فوت وبلوز والناس كله لا تصلي والناس كلش كان ثوار أخوي والكل كانوا كن ضد بلاني قبل مريت حتى واحد تبراك تبدو قاعد مع التربوسية يطلب مرت ولو طلع مع شكون مع عماد زغرت انا ماذا بيت وسكت تسامع مع بعضه تو يحلوا الحبس وسكت تخش يقول تو من هيك يغلط يخلص قل لي فما برشا افكار طلعت جديده في تونس كاميرا خفيه اشكال متنوعه نتاع برامج تلفزيونيه كوميديه قلابس معناتها ناس تضحك قلابس زي هسه الرجل الحبس ما زالت حاجه اخرى عمل القلبوس ومشى الحبس ما كان عمل حاجه اخرى
اليوم فما منافسة يدور لي نصر الدين. منافسة مع شكون؟ معك أنت، مع الأشكال هذوما، مع إيش نقول لك؟ مع الأجيال الجديدة اللي طالعة. تبدأ الناس تحبك، نجيب لهم شرلوك ولا كلين نحبوا ذاك. عندك ثقة في جمهورك معناتها نصر الدين؟ الحمد لله. على كل نصر الدين نتمنى لك الضحك أنت الشعب. هبور كل على طبقات كل من الأغنياء الفقراء كل. نصر الدين نتمنى لك إن شاء الله الشفاء العاجل، يعيشك وإن شاء الله ترجع لنا موفور الصحة والعافية إن شاء الله في أقرب الأجال. شكرا لك على الحضور معنا، يعيشك إن شاء الله. سامي نشوفه في آخر وقت إن شاء الله، في رجال الألعاب هذيك إن شاء الله إن شاء الله. ونشتع مناقب بصراحة تقولوا فرنساوي يتكلم بالعربي إن شاء الله. في أقرب الأجال إن شاء الله يكون سامي فهري بحذانا. ما يستحقش تونسي خوي مسكين. على كل إن شاء الله في أقرب الأجال يكون الإعلامي سامي الفهري موجود بحذانا هنية في مؤسسات التونسية. نعود مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل.